ما زال في القوات المسلحة المصرية والدرجة رقيب. السلام عليكم، السلام عليكم يا شعب مصر، السلام عليكم إلى كل فتاة، إلى كل أم، إلى كل أب، إلى كل أخ، نيابة عن زمايلي في القوات المسلحة، نيابة عن زمايلي من قادة وصف ضباط وعساكر وجنود. وبيطمنكم بيقولوا لكم ان احنا كقوات مسلحه سنكون درعا للقوات، سنكون درعا للشعب. عمرنا ما هنكون درع للاخوان، عمرنا ما هنكون درع للشرطه، عمرنا ما هنكون درع لمصر، بل احنا درع للشعب المصري كله باكمله. بل على استعداد ضاحي دلوقتي الصبح، يا دوبك صليت الجمعه جاي بقول للشعب المصري باتباعه ان زمايلي كلهم اللي قاعدين دلوقتي، ان كان في النبطشيه وان كان قاعد على حاجه على النبطشيه في القوات المسلحه، بيطمنكم بيقولكم يا سيدات مصر، يا امهات مصر، يا اباء مصر، يا شباب، يا شباب، يا شباب مصر، اطمنوا وناموا واطمنوا بكل الاطمئنان ان الجيش هو ظهر الشعب المصري، الجيش هو يليد قوايا الشعب المصري.